بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. الكنيسه النهارده بتقرا علينا انجيل معلمنا ماري متى، وده مثل دايما بيتقال كده على طول، مثل الزارع. حابب النهارده افكر معاكم في فكره كده لو تاذنوا لي، هو سؤال انا عايز اساله لنفسي واساله لحضراتكم. ايه هو السؤال؟ يا ترى انا نوع قلبي ايه؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله لنفسي ولحضراتكم. يا ترى أنا نوع قلبي إيه؟ المثل اللي اتكلم فيه المسيح ده النهاردة مثل حلو جدا، بيشرح فيه إزاي البشر بتستقبل الكلمة. هو رمى بذار على كذا نوع من أنواع الأرض، وعايزين نشوف البذار دي لما بتكبر هتنمو إيه. المسيح كده بتأمل بسيط زي ما بقول لكم كده، كل واحد مننا البذرة لما بتترمي، كلمة ربنا لما بتترمي بتعمل فيه إيه؟ وهسيب كل واحد وحضراتكم يعرف قلبه نوعه إيه. إحنا شفنا المسيح رمى بذار أو اتكلم في المثل ده على كذا نوع أرض. رمى بذار على الطريق اللي هو الطريق العام العادي، رمى على طريق محجر كله صخر، رمى على طريق أو أرض فيها شوك، رمى على أرض جيدة. وقلبنا بيستقبل البذرة دي وبيستقبل كلمة ربنا. ده اللي احنا النهاردة هنتأمل فيه كده في عجالة، في أربع أنواع من الأرض مع أربع أنواع من القلوب، وكل واحد أكيد قلبه من القلب ده. هو أنا مطمن إن كل حضراتكم موجود بنعمة ربنا معنا اللي جاي الكنيسة هنا، يعني قلبه حلو عشان أطمنكم، يعني قلبه حلو جاي للكنيسة وجاي عايز يسمع وجاي عايز يتحد مع جسد ودم المسيح على المذبح. فما نقلقش، لو في أي حاجة فيها حاجة هنطلب من ربنا معونة إن يغير. أول أرض هنتكلم فيها اللي المسيح رمى فيها البذار على الطريق، الطريق العام، طيور تاكلها ما تاكلهاش، فده بيبقى عامل زي مين؟ زي القلب القاسي. إيه القلب القاسي ده؟ اللي مهما اتكلمه ما فيش منه رجل. يعني ايه ده؟ ربنا بيقول لك كبر بلغه الشباب. اول ما المسيح او بيقول كلمه او الكتاب المقدس او يسمع وعظه ولا حد يرمي له كلمه، هو مش هنا. زي مين كده؟ فرعون. فرعون كان قلبه قاسي، شاف ضربات وشاف حاجات كتير. سيب شعب بني اسرائيل، دول عايزين يعبدوا ربنا، دول ليهم اله حي. لا، انت ايه قلبك يا عم ده؟ ايه القلب الشديد ده؟ وبعض ساعات في ناس مننا ابونا يجي يخبط عليها ما بتسمعش. في ناس يحصل موقف مثلا حاله وفاه ولا ولا ولا، نقول قلبهم يتغير. للاسف لا، بنشوف حد كان بيبقى ماسك في الدنيا وبيبقى بيحارب على الفلوس ويرتاح. نتعلم؟ لا، ماليش دعوة، أنا زي ما أنا على موقفي، طريق عام، ماليش دعوة. أي حد يقول لي أي حاجة وخلاص، لكن تيجي تقول لي ربنا وتقول لي صلاة وتقول لي لا، مش أنا. وده القلب القافي، ده اللي بيبقى عنده جمود وقافل على نفسه، غير مستعد وغير مهتم إن يغير حياته ولا يقرب حياته لربنا. ونقرا كده كمان واحد زي مين؟ فرعون. ده بيقول لك كده في الخروج، فاشتد قلب فرعون ولم يسمع لهم كما تكلم الرب. للدرجه دي قلبه شد؟ ده انت شايف، ده انت ابن الابقار بيموتوا، شايف الوصايا وشايف اللي بيحصل وشايف الضربات اللي بتحصل، للدرجه دي قلبك شديد؟ لا 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 لا، ده قلب صعب، ربنا يرحمنا منه بجد. واحد زي يهوذا، انت ايه قلبك ده بقى؟ ده انت خدمت معاه يا يهوذا وعشت معاه وشفت حلاوته، ده انت قعدت معاه 3 سنين تشوف البركات وتشوف كل حاجه كويسه ودقت الجمال بتاعه. ايه قلبك ده يا جدع؟ ان انت تخونه؟ ايه ده؟ صعب، ربنا يبعدنا عن القلب ده. وجي قال لهم كده كمان وقت الخيانه، ماذا تردين وتعطوني وانا اسلمه اليكم. ياه، ده انت عايز كمان تقبض، مش كفايه ان انت عندك استعداد للخيانه، لا اديني كمان، ما يهمكش، انا مستعد اعمل اي حاجه. ده المسيح اتبهدل عشانك. لا 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 لا،
ربنا يبعدنا عن القلب دي وعلى الأرض دي. الأرض التانية اللي حابب أتكلم فيها والقلب التاني الأرض المحجرة اللي هي الصخرة، اللي هي بيبقى القلب سطحي كده، بيبقى فيها رياء. بعض ساعات بيسمع كلمة ربنا وبيفرح بيها، جميل أبونا جالي النهاردة البيت افتقاد، لا ده أنا وعد هجيلك يا أبونا الكنيسة الأسبوع الجاي، هو ما بيجيش. لا ده أنا هحضر الاجتماع النهاردة وما يروحش، هحضر القداس ما فيش. بيبقى تأثيره تأثير كده لحظي على صخر. ده ممكن بتنمو بسرعة بس للأسف أول ما بتيجي الشمس عليها بتذبل النبتة بتاعتها. بتسمع منه كلام جميل، حاضر، لا ده أنا هروح، أنا وعد الحد الجاي، تعدي الحد التاني وانسى. مين اللي كان كده؟ شاول الملك. شاول الملك أول ما بدأ كان متواضع، كان بار، كان الله معاه في بداية الطريق، كان ماشي زي الفل. بس بعد كده ما كملش، طلعت عليه الشمس حرقت له زرعته، لأن ما فيش أرض تنبت فيها كويس. كان بياخد قرارات الأول حكيمة، ورجع كده يقولك في سفر سموئيل قرارات غير حكيمة غير مصنوعة بأوامر الله. صعب، صعب الإنسان إن يمشي في حياته من غير إرشاد ربنا، صعب إن الإنسان ما ياخدش كلمة ربنا البذرة اللي اترمت ويمشي بيها في حياته. طب ما أنت عايز ربنا يبارك لك إزاي؟ ياما ناس كتير اعطوا العشور وجربوني، وهو لا، أنا الظروف صعبة. ده بيتقال إن 9 أعشار أكتر من 10 أعشار، جرب وشوف، وهو قال كده. لا 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 الدنيا صعبة يا عم، جرب. أنا حكيت لكم على الراجل اللي جه جاب فلوس لأبونا، حط الفلوس كده لأبونا أول شهر فلوس كتير، أبونا خدها وقال له شكر. تاني شهر جاب له فلوس أكتر، أبونا ابتدى يقلق. تالت شهر جاب له فلوس أكتر وأكتر، أبونا قال له تعالى يا عم فلان أنت إيه قصتك؟ أنت إيه الفلوس دي؟ قال له أنا غني على الأرض. قال له يعني إيه؟ قال له أنا عايز أبقى غني فوق. ده فاهم وده عارف. الست اللي قدمت في الفلسين المسيح مدح، ادت من اعوازها. امرأة بيت صيدا كوب الدقيق اللي عندها والزيت قدمته. ربنا بيعمل ايه؟ وصدقوني كل واحد فينا مجرب وعارف بركة ربنا يعني ايه. 2، ربنا عمره ما بيسيب نفسه مديون. اصلك انت مش هتعرف تغلب ربنا خالص في الحتة دي. يسيب نفسه مديون؟ لا، كاس ماء بارد عمره ما يدوق عجر. هتجيب 10 شوف ربنا هيديك 100. أنا مش بتكلم بس في الفلوس، بس حتى في خدمتي، حتى إن أنا بساعد حد. ما هو قال لك كاس ماء بارد، أبسط حاجة، مكالمة تليفون هسأل بيها على حد، ما تخليش قلبي يبقى حجر. شايف فلان تعبان مطمن عليه، أبعت محتاج حاجة ولا لأ؟ بنبقى في عمارة واحدة وفينا ناس تعبانة ومفيش حد للأسف بيسأل على حد، وتيجي تقول لك يا ابونا انا عايز خدمه. طب من باب اولى شوف الناس اللي معاك في العماره، هي مش محتاجه منك حاجه، هي محتاجه منك سؤال، كلمه كويسه. واحنا بقينا في زمن صدقوني كله عمال يجري 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 يجري. الكلمه الواحده ممكن تفرق مع شخص. الطبطبه كبير صغير صدقوني محتاجه. وحط في دماغك كده، انت عايز الناس تعاملك كويس، لازم ابدا بنفسي اعامل الناس كويس. وزي ما بتشوف المسيح بيعاملك ازاي، عامل انت الاخرين. ما تخليش قلبك سطحي، ما تخليش قلبك كده يبقى مرائي. انا هعمل وبعد ما اطلع خلاص خلصت. انا كده اتكلمت على الارض الاولانيه اللي هي على الطريق اللي بيبقى القلب بتاعها قاسي زي فرعون ويهوذا. الارض الثانيه اللي هي بتبقى سطحية زي شاول الملك، ببدأ بدايات كويسة ولاقي قلبي بعد كده خلاص. الأرض الجاية الأرض اللي فيها شوك، اللي بتترمي فيها البذرة وتطلع في وسط الشوك، بتنمو بتطلع زرع، بس للأسف الشوك بيجي ويخنقها. وده متهيألي احنا واعيين كلنا في القلب ده. العالم واخدنا،
طلبات الدنيا واخدانا، ولادنا وحياتنا واخديننا. ما كل حاجة بترتيب يا جماعة وبتدقيق. ما أنا لازم أدخل ربنا في كل حاجة. بتيجي تقول له أنا مش فاضي، ده أنا عندي شغل كذا، معرفش إيه، تعالى طب في اجتماع معين، لا 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 لا، ما هروح فين، أسيب العيال، ده الدنيا كذا. برغم سامحوني بنلاقي وقت للتليفون بنضيع فيه وقت كتير، بنقعد صدقوني عليه بالساعات. في برامج ممكن تطلع لحضرتك كده انت بتقعدي قد كده على الموبايل، لكن تيجي تقول لها تعالي نحضر قداس ساعتين، قداس ده انا ورايا 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 ورايا، ايه ده، ده انا مشغولين. لا يا جماعه، بعد اذنكم اللي بيبقى عايز حاجه بيعرف يطلع لها وقت، بيعرف تعالى بعد اذنكم نخرج خروجه كده مع بعض ونرتب كده يعني خروجه مع بعضينا، لا بنعرف نطلع لها وقت. هقعد مع زمايلي في اي حته ولا بتاع، لا اطلع لها وقت. طب ده بعيالك مشغولياتك، لا. البني ادم اللي بيعرف يقسم وقته ويظبط حاله، احنا كلنا واعيين، وانا اولكم صدقيني. انا يمكن هاعترف لكم اعتراف كده، كنت فاكر اول ما هبقى يعني ابونا، لا ده انا هعرف اصلي بقى وهبقى معايا وقت كويس، لقيت الدنيا ديب ديب ديب، ايه ده يا رب، جريت على رب اعترف قلت له الحقني، أنا الدنيا إيه؟ اكتشفت إن هي العملية محتاجة حبة تظبيط وقت. أدرس كده أنا محتاج أعمل إيه؟ واحد اتنين تلاتة، المهم الأهم في المهم. عشان ما بقاش قلب مشتت، قلب مهموم، مهموم بمشغولات الدنيا. حتى لو أنا في الخدمة ما بقاش مهموم، أو أهم حاجة كل واحد خلاص نفسه. سامحوني أنا محدش هينفع حد، هاجي أقف قدام ربنا لوحدي. هيقول لك اديني حساب وكالتك، هتقول له إيه؟ فين الوزنات اللي أنا اديتها لك؟ وسامحوني إحنا ربنا مدينا وزنات كتير. كل واحد فينا لو يقعد صدقني خمس دقايق يشوف نعم ربنا عليه إيه في حياته، نشكر ربنا. لكن للأسف إحنا اعتدنا إيه؟ النعمة. بنشكر ايه يعني لما بفتح الحنفيه؟ ايه يعني ان انا قاعد في بيت والاقي في حنفيه في ميه عادي؟ يعني ايه اخش التويليت عادي؟ لا مش عادي. حضرتك في واحد بيقعد في المستشفى اربع ساعات بيغسل كلى. احنا بنتذمر وداخل علينا الشتاء، ده انا بصحى طول الليل اخش التويليت. لا اشكر ربنا بعد اذنك. ده يمكن ربنا عامل كده وانت داخله التويليت، سبحوا الرب يا جميع الامم باركوا كافه الشعوب. قولي مزمور صغير. اذكري اسم ربنا. وافهموا كده. ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. عايز تعمل دين مع ربنا وربنا يديك، أشكر قدر الإمكان، أشكر على قد ما تقدر. واللي يقعد وشاطر يكتب كده في ورقة، ربنا مديني نعم إيه؟ صحة أحسن من غيري، ولاد، في نعم كتير في حياتنا. الدنيا مش متظبطة، ما تقلقش أنا هكون معاك. في ضيقات، معلش دي الدقيقة دي عشان تعالالي تجيلي، ما تمشيش دقيقة لوحدك، اقف معايا وصلي، أنا عايز أسمعك يا ابني، أعطيني قلبك. هو ده ربنا اللي بيقوله. اوعى يكون قلبنا قلب مشتت وقلب مهموم بمشاغل الدنيا. آخر حاجة القلب الجميل، الأرض الجيدة، الأرض اللي اتحطت فيها البذرة جيدة. اللي جاي النهاردة القداس سمع البراكسيس، سمع الكاثوليكون، سمع البولس بيقول له إيه يا رب، ماذا تكلم يا رب لأن عبدك سامع. عايز تقول لي إيه يا رب؟ عايز تسمعني إيه؟ من عيل صغير ممكن أتعلم. في ناس كده حلوة يقول لك إيه، لا ده الموضوع ده ربنا بعته لي، ده إنذار. حد لما بيحضر الجنازة مش بيحضر وخلاص، لا ده أنا محتاجة فوق، ده عمرنا قليل جداً، لا ألحق، ده أنا المفروض أرجع لأبونا وأقدم توبة، أنا ممكن في لحظة أبقى كده. الإنسان الجيد اللي قلبه حلو، اللي قلبه طيب، اللي قلبه واعي، هو ده اللي بيبقى متنبه لكلمة ربنا، اللي عارف طريق خلاصه، اللي عارف يعني إيه معنى الفرح. الفرح الحقيقي في المسيح. كلنا بعد إذن ياما خرجنا وياما سافرنا وياما ورحنا وياما جينا، خلاص خلص خروجة حلوة، فرحنا شوية وخلصنا. لكن الإنسان اللي عايش مع المسيح وفرحان مع المسيح بيفضل طول عمره فرحان. جات له أزمة، لا هشوف ربنا، من يهرب من ضيقة يهرب من وجه الله، وأنا لا هبقى مع ربنا.
ربنا بعت لي الموضوع الفلاني ده، ما انا عارف ربنا مش هيدي حاجه غير اللي اقدر اشيلها، انا واثق من ده وهيدي مع التجربه المنفذ. ايه جمالك ده يا رب؟ ده الانسان اللي بيبقى فرحان. اشوف زي مين الانسان الفرحان ده؟ واحد زي داوود كان بيغلط، ما انا بغلط برضه، بس كان بيجري على ربنا على طول. ربنا قال عنه ايه كده؟ وجدت داوود رجلا حسب قلبي الذي يصنع كل ما شئتي. ايه الجمال ده؟ ربنا يقول عليك كده، قلبه زي قلب ربنا، بيعمل مشيئه ربنا. ما هو كان بيغلط، وقع في خطايا صعبه، وقع في زنا، وكان ياما عمل مشاكل مع ناس كتير، بس كان بيجري على طول لربنا. كان يقول المزمور كده: احببت ان يسمع الرب صوت تضرعي. احببت، ايه الجمال ده؟ يعني كان ممكن يقول مبسوط، كان ممكن يقول اي لفظ، لكن احببت. اجمل لحظه لما بقف قدام ربنا واتكلم معاه. ده السؤال بقى اللي عايز اساله لحضراتكم. فعلا انت بتبقى فرحان لما بتيجي لربنا وتكلمه؟ ده سؤال مهم. وادور يا ترى انا قلبي اني قلبي في دول، وراجع يا رب ما يكونش قلبي فعلا زي القلب اللي هو قاسي المتعجرف اللي بيرفض كلمه ربنا، ما يكونش قلبي صخري سطحي ومرائي اللي بيقبل الكلمه بسرعه ومع ضغوط الحياه بينسى. الارض المشتته، القلب المشتت والمهموم اللي اول ما بتتقال الكلمه بس بسبب مشغوليات وبسبب هموم الدنيا، الدنيا واخداه. لكن الارض الطيبه الواعيه اول ما بتسمع الكلمه بتثمر، زي ما لنا الانجيل كده 30 و60 و100. ربنا يا رب يدينا قلب لحمي ما يبقاش قلب حجري، يدينا قلب واعي، قلب حسب قلب ربنا يفرحنا. وصدقوني احنا كلنا موجودين في الكنيسة وقلبنا حلو، بس محتاجين كده نقعد نروق قلبنا شوي، نقعد معاه قعدة كده ونقول له: يا رب خد قلبنا ده، ما انت عايز قلبنا، نظفه، مشيه حسب مشيئتك، حسب اللي انت عايزه، انت عايز مننا ايه؟ ربنا يا رب يفرحنا دايما، ودايما تبقى عينينا على المسيح، ويجعل قلبنا فعلا قلب حلو، قلب زي ما المسيح عايزه، يعمل مشيئة ربنا. والمجد لله دائما أبدين، آمين.